مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. عندنا اليوم أنشطة داعمة في التراكيب، الصفحتين 63 و 64. إذن النشاط الأول، ننجز أو تنجز الأنشطة في دفتر التطبيقات، نحن سننجزها هنا في هذا المطبوع. دونك كون 3 جمل فعلية مفيدة حول البر بالوالدين. إذا خصنا هنا 3 ديال الجمل مفيدة حول البر بالوالدين. مثلا أنصت وأقبل نصيحة والدي. نعم، أنصت وأقبل نصيحة وأقبل وأقبل أو لا أقبل، علاش أنصت؟ أقبل نصيحة، أقبل نصيحة والدي. دونك جملة ثانية، أطيع والدي ولا أقول لهما أف. نعم، أطيع والدي ولا أقول لهما أف. ولا أقول لهما أف. أقبل أقبل يدي والدي كل يوم. إذن أقبل يدي والدي كل صباح. صافي، إذن هادو 3 ديال الجمل في حول بر الوالدين. دونك السؤال الموالي، كون 3 جمل بها أفعال مبنية للمجهول حول الحياة الثقافية. إذا عندنا هنا 2 شروط. إذا الشرط الأول أننا غادي يكون الفعل مبني للمجهول، والشرط الثاني، دونك هنا الشرط الثاني هو خصها تكون حول الحياة الثقافية. إذا هنا 2 شروط. إذا غادي ناخذ 3 ديال الجمل. إذا ماذا نقول مثلا؟ تشاهد المسرحية كل سبت. إذا تشاهد، إذا هنا هذا فعل مبني، تشاهد مبني المجهول، المسرحيات هذا مبني، هذا نائب الفاعل، كل سبت. جملة أخرى، عرضت الكتب في المكتبات بكثرة. نعم، عرضت الكتب في المكتبات بكثرة. جملة ثالثة، تقرأ الصحف أكثر من المجلات. نعم، تقرأ الصحف أكثر من المجلات. السؤال الموالي، ضع العلامة في الخانة المناسبة. دونك عندنا هنا جدول، عندنا واحد المجموعة ديال الأفعال. دونك وحنا خصنا نوضعو علامة في المكان المناسب. يؤدي، هل هو فعل لازم أم؟ يؤدي الولد الصراط، متعدي لأنه يكتفي بمفعول به. يؤدي الولد الصراط، مش يكتفي، يحتاج. نعم، يحتاج. إذا هذا ما نقدروش نقولوا يؤدي الولد، يؤدي الولد ما كافياش. نعم، خصنا لابد يؤدي الولد ماذا؟ إذا هنا هذا فعل متعدي، وهنا إلا جينا عاود نزيدو لها غادي نقولوا يؤديه. إذا الجملة مواتية. اجتاز التلميذ الامتحان. إذا حتى هو متعدي، اجتازه. ملأ الرجل الكأس. إذا حتى هذا متعدي، ملأه. وجم الرجل، إذا هذا فعل لازم. نعم، إذا هذا فعل لازم. إذا غادي ننتقلوا التمرين، النشاط الثاني، يحسن بالإنسان
أن يتعود منذ نعومة أظافره على القراءة الحرة. إذن السؤال هنا، أعد كتابة الجملة حسب المطلوب فيما يلي. إذن هنا يا بدين يحسن الإنسان، إحنا غادي نبدأ بيحسن بالوالدين، هنا يحسن بك وهنا يحسن بهم. إذن غنحاول نكونوا ثلاثة ديال الجمل ونبدأ بيحسن. غادي شنو غادي نقولوا مثلا؟ يحسن بالوالدين أن يهتمان أن يهتم بأولادهما جدا. يحسن بالوالدين أن يهتم بأولادهما منذ الصغار مثلا. جملة أخرى، يحسن بك أن لا تضيع وقتك. يحسن بك أن لا تضيع وقتك وتهتم بماذا؟ بدراستك. جملة أخيرة، يحسن بهم أن يملأوا فراغهم بالقراءة والمطالعة. مزيان. إذن يحسن بهم أن يملأوا فراغهم بالقراءة والمطالعة. صافي. دونك هذا النشاط الثاني. ننتقل الى النشاط الثالث. أكمل الجدول الآتي حسب المطلوب. إذن هنايا في هذا الجدول عندنا جمل، وفي هذه الجمل هي جمل اسمية، تبتدئ بالاسم. إذن تبتدئ بالمبتدأ. إذن هنا كيطلبوا مننا شنو هو الخبر؟ الخبر هو، إذن هنا البنت مبتدأ، واقفة هو الخبر. إذن واقفة خبر مفرد. إذن إلا بغينا نحولوه للجملة شنو نقولو؟ البنت تقف أمام اللوحة الفنية. نعم، البنت تقف أمام اللوحة الفنية. القيمة ماشي القيمة، دوك كاين تما واحد. المهم القيمة القيمة هي القيمة اللي كتكون انا حسب لي القيمة. اذا القيمة هي اللي القيمة على المكتبة، هو اللي يقابل المكتبة. المكتبة ديال المدرسة كيتسمى قيم. اذا القيمة مهتمة بالمكتبة. مهتمة هو الخبر. اذا شكون هو الخبر؟ مهتمة. نعم، مهتمة. جملة. إذن إلا بغينا نرجعها في جملة، الخبر جملة. القيمة تهتم بالمكتبة. القيمة تهتم بالمكتبة. هنايا إذا بغينا نديروها جملة اسمية، شنو نقدر نقول؟ نقدر نقولوا القيمة اهتمامها كبير بالمكتبة. هنا غادي نزيدو كبير. غادي المهم حنا الأهم هو نجيبوا جملة اسمية، يعني ماشي غير جملة فعلية نقدر نديرو. إذا المصلون خاشعون في صلاتهم. خاشعون يقول
إذا شنو نقولوا إذا بغينا نحولها؟ المصلون يخشعون في صلاتهم. المصلون يخشعون يخشعون في صلاتهم. ننتقل إلى النشاط الرابع، أكونوا جملتين مفيدتين بهما ناسخان فعليان مع الشكل. إذا نأخذ الجملة الأولى هنا والجملة الثانية عاوتاني، جملة منسوخة بناسخ حرفي، جملتين منسوختين بناسخ حرفي إذا مع الشكل. إذا غنحاولوا نكتبوا جوج ديال الجمل ونشكلوهم. ما زال الولد يقرأ القصص. ما زال الولد دونك هنا غادي نحاولوا نشكلوا غير داكشي اللي مهم. شنو الولد اسمها ويقرا جمله فعليه. اذا هنا الخبر جمله فعليه. اذا هذا الولد اسمه مازال، خصو يكون مرفوع لان مازال ترفع الاول وتنصب الثاني، والثاني في هذه الحاله جمله فعليه. صافي. ظل الجو بارد. جو ظل الجو مأكده الجو باردا. ايه ركز. ظل الجو باردا. اذا هنا الجو باردا لان علاش هذا اسمه ظل حيت هي من اخوات كان. يلا دابا جمله بناسخ حرفي. لعل المسرحيه مسليه. خصك تركز فاش تكون كتهضر. لعل المسرحية مسلية. إذا هنا المسرحية وهنا مسلية. جملة أخرى. إن دونك حيت ناسخ حرفي. إن الظروف مواتية. إن الظروف مواتية أو ملائمة. إن الظروف. إذا هنا هذا منصوب وهذا هنا جبنا خبر مفرد، ونكون قد انتهينا من هذه الحصة في أنشطة دائمة لمادة التراكيب.